بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في سلسلة دروس تعليم برنامج البيتش تري المحاسبي. معكم أخوكم سمسم في بي. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، احنا دي الحلقة الخامسة. اتكلمنا في الأربع حلقات اللي فاتت، اتكلمنا ازاي نسطب البرنامج وازاي نعمل شركة جديدة، اتكلمنا ازاي نسجل القيد الافتتاحي، القيد اليومية الافتتاحي بالميزانية العمومية بتاعت سنة 2010، اتكلمنا على ازاي نسجل البيانات الأساسية للشركة من عملاء موردين وأصناف مخازن وموظفين، اتكلمنا ازاي نسجل فواتير المشتريات. النهاردة في الحلقة الخامسة ان شاء الله هنتكلم ازاي نسجل فواتير المبيعات. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها الاول ان احنا هنسجل ضريبة المبيعات. هنيجي على سيل تاكس ونعمل نيو سيل تاكس اوثوريتي ونقول تاكس اي دي 001 ديسكريبشن سيل تاكس. تاكس بيقول هنعمل نيو نعمل 004 سيلز تاكس ايجنسي، وكالة ضرايب او مصلحة الضرايب، ونعمل سيف. تاكس بيبل نختار سيلز تاكس ايجنسي، وهنا سيلز تاكس بيبل جنرال ليدجر. سيلز تاكس دي عبارة عن مصروفات، فهنيجي نشوف المصروفات هنا الاكسبنسز. بتبدأ ب6000، يبقى نقول نيو رف واحد سيلز تاكس. اكاونت تايب اكسبنسز ونقول له سيف. نختار السيلز تاكس بيبو الجنرال ليدجر اكاونت اللي احنا عملناها دلوقتي. السيلز تاكس في الاكسبنسز سيلز تاكس اكسبنسز. هنا بيقول سنجل تاكس ريت ولا فورمولا، هنقول له فورمولا، هنقول له سنجل تاكس ريت اللي هو معدل 10%، نقول له سيف. يبقى احنا عملنا ايه؟ اول حاجة جبنا السيلز كاستمر، التابة بتاعت كاستمر ان سيلز، جبنا السيلز تيكس وقلنا نيو قلنا الاي دي 001 ديسكريبشن سيلز تيكس ضريبة مبيعات، وقلنا التكس بيبل تو، عملنا مصلحة الضرايب سجلناها كمورد يعني انه بيدفع لها فلوس، سجلنا مصلحة الضرايب سيلز تاكس ايجنسي. وبعدين قلنا سيلز تاكس بيبل جنرال ليدجر اكاونت. شفنا الاكسبنسز اول حاجة بتبدأ ب6000، فقلنا 6001 سيلز تاكس اكسبنسز وعملناها وسجلناه ونسيب. تاني حاجة هنيجي نعمل حاجة اسمها نيو تاكس سيل نيو تاكس نيو سيلز تاكس كود، هنقول سيلز تاكس كود 001
زيرو واحد زيرو واحد description says takes ID 01 ونقول له سيف. يبقى انا جبت السيلز تاكس كود، قلت له كود رقم واحد ديسكريبشن سيلز تاكس اكسبنسز، وبعدين اخترت الاثوريتي التاكس اثوريتي اللي انا كنت عاملها من شويه، كتبت 001 فجاب لي البيانات بتاعتها سيلز تاكس و10% سيلز تاكس اكسبنسز، ونقول له سيف. يبقى احنا كده سجلنا سيلز تاكس اثوريتي وعملنا سيلز تاكس كود. تمام كده. هنيجي ان شاء الله نسجل دلوقتي الفواتير بتاعت المبيعات. هي ما شاء الله الله اكبر، يعني عددها كبير قوي، فاستحملونا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي اول حاجة فاتورة لشركة الهدى والنور، هنجيب سيلز انفويس، نيو سيلز انفويس شركة الهدى، كانت بتاريخ 1/1، رقمها 672، مندوب المبيعات كان صلاح، كوانتيتي 1، ايتم جهاز ديل 001، يونت برايس 1500، وعندي ضريبة المبيعات 10%، سيلز تاكس هتبقى 10%، هنيجي في السيلز تاكس ونختار هنا السيلز تاكس اللي هي السيلز تاكس اكسبنسز اللي احنا عملناها، بجيبها لك ب10% في 1500، حسبها لك 150 جنيه. وهنا الفريت اللي هي مصاريف الشحن، مصاريف النقل يعني او الشحن، هنا بصفر. اجمالي الفاتورة 1650. هنا اجمالي الفاتورة ب1650، صف المستحق 1650، احنا عندنا الفاتورة دي مدفوعة نقدا،
فهنجيب اماونت بيد ات سيل ريفرنس 10، رقم الوصل 10، الاماونت المدفوع كان 1650، بيمنت ميثود كان مدفوع كاش. نقول له اوكي، فهنا جاب لك الانفويس توتال 1650، الاماونت بيد ات سيلز 1650، يبقى النت ديو صفر، يبقى الفاتوره مدفوعه نقد. معلش الفواتير كتير، انا هحاول اعمل فواتير على قد ما اقدر. الفواتير فيها نقدي وفيها بكمبيالات وفيها بشيكات وفيها اجل، فربنا يسهل واقدر اعملها لكم كلها يعني. هنقول له سيف، عندنا تاني فاتورة لشركة السلام. بتاريخ 2/1، رقمها 674، سيلز ريبريزنتيف كان رامي، كوانتيتي 10، جهاز ديل 1500، جهاز اتش بي ب1200، وعندنا 10% ضريبة مبيعات، وعندنا الفريت كانت ب 300. يبقى احنا عندنا اجمالي الفاتورة ب30,000، والفاتورة اجل، فالنت ديو هيبقى ب30,000، يبقى مستحق 30,000 على العميل ده. هنقول له سيف، هنا بيقول لك ان الكاستمر بالانس، التوازن بتاع العميل، هيعدي الكريدت ليميت ب 27500. احنا قلنا الكريدت ليميت في الكاستمر ديفولت كان 1500 جنيه، فهنا بيقول لك انت كده عديت حدود الائتمان ب 27000. فنقول له اوكي ماشي، لو عملت نو هيلغي العملية، فاحنا نقول له يس. يبقى احنا كده سجلنا الفاتورة اجل. نيجي للفاتورة اللي بعدها، شركة البركة، بتاريخ 2/12/2/1، 675، سيلز ريبريزنتيف كان يوسف، الكوانتيتي كانت 10، جهاز اتش بي 1200، 20 جهاز ديل،
ب1500. وعندنا الفريت كانت ب100، مصاريف النقل او الشحن كانت 100 جنيه، وما كانش في ضريبة مبيعات. فهنا لك الانفويس توتال اجمالية ب42000 جنيه و100. هنا مدفوعين نقدي، فهنقول اماونت بيد ات سيلز 2/1 ريفرنس 11، ريسيت اماونت كانت 42100، كاش اكاونت نقول له اوكي. يبقى هنا المدفوع نقديا هيبقى 42100، نقول له سيف. يبقى احنا كده عملنا فاتورة نقدي، فاتورتين نقدي وفاتورة اجل. هنا عندي شركة الانوار بتاريخ 2/1، رقم الفاتورة كان 676. هو هنا بيجيب لك اخر رقم فاتورة، بيزود لك على رقم واحد اوتوماتيك يعني. فانا هنا عندي الرقم متوافق مع رقم فاتورة، فبسيبه زي ما هو 676. سيلز ريبريزنتيف كان صلاح، الكوانتيتي 10، جهاز ديل ب1500، وبعدين عندي 20 جهاز اتش بي ب1200، وبعدين كان عندي 10 طبعة اتش بي طبعة اتش بي 300، إجمال الفاتورة ب42000 جنيه. وكان عندي مصاريف نقل كانت 100 جنيه، فريت كان عندي 100 جنيه، يبقى إجمال الفاتورة 42100. وكانت فاتورة آجل نقوله سيف، هيقولك عدت حدود الائتمان، هنقوله أوكي. خليكم فاكرين ان احنا عملنا الكريدت ليميت اللي هو حد الائتمان في الكاستمر ديفولت كان 2500، فكل ما بتعدي حد الائتمان، وكنا عاملين في الكاستمر ديفولت انه يديك رسالة تحذير كل ما تعدي حد الائتمان، فتلاقي الرسالة دي بتطلع لك كل ما تعدي حد فاتورة اجل تعدي 2500، كل ما فاتورة اجل تعدي 2500 هيديك رسالة ان انت عديت حد الائتمان. عندنا شركة الجوهرة كانت 2/2/677، رقم الفاتورة، مندوب المبيعات كان رامي، الكوانتيتي كان 30 طبعة اتش بي، تلتمية و30 شاشة 17 بوصة 350،
هي هنا عندنا شاشة 17 بوصة ب300، مش 350، ب300. وعندنا ضريبة المبيعات ب10%، وعندنا مصاريف النقل ب200 جنيه. يبقى إجمالي الفاتورة ب20,000، والفاتورة آجل هنقول له سي، عدد حد الائتمان نقول له اوكي. عندنا فاتورة رحاب عبد الرازق، رحاب بتاريخ 3/1، 678 رقم الفاتورة. مندوب المبيعات كان يوسف. الكوانتيتي كانت 1 جهاز اتش بي 1200، وكانت آجل. عندنا فاتورة تانية لمحمد عبد الكريم كان بتاريخ 3/12/679 رقم فاتورة. مندوب المبيعات كان الحاج رامي. ادي جهاز ديل ب1500 و10% ضريبة مبيعات، يبقى 1650، والفاتورة كانت آجل. وعندي شركة الأبراج العقارية، الأبراج بتاريخ 5/1/680 رقم فاتورة. سيلز ريبريزنتيف كان رامي. كوانتيتي 3 جهاز ديل ب1500 و10 طبعة اتش بي 300. وكان عندنا ضريبة المبيعات 10%، يبقى إجمالي الفاتورة 8,250، وكانت آجل. نقوله سيف، عدد حد الائتمان اوكي. وبعدين كان عندنا شركات علام، بتاريخ 5/12، رقم الفاتورة 1421، سيلز ريبريزنتيف كان صلاح.
كوانتيتي 10 جاهز اتش بي ب1200. ضريبة مبيعات 10%. كانت آجل عندي شركة صفا بتاريخ 5/1/1422 مندوب المبيعات رامي، الكمية 3 جهاز اتش بي ب1200، 2 جهاز ديل ب1500، 5 طبعة اتش بي 300، 300 بإجمالي الفاتورة 8100 و10% ضريبة مبيعات. ب8910 وكانت آجل. عندنا شركة عطا للحاسبات بتاريخ 6/1/1423 مندوب المبيعات كرامي، اتنين طبعة اتش بي 300، 5 شاشة 17 بوصة 300، بإجمالي الفاتورة 2100. قوله سيف، كانت آجل، قوله سيف. عند شركة النور تاريخ 6/1/1424 مندوب المبيعات كان صلاح، جهاز ديل 1500 و10% ضريبة مبيعات. إجمالي الفاتورة 1650 وكانت آجل. عندي شركة الجوهرة
بتاريخ 7/1 1425 مندوب المبيعات كان صلاح، الكمية 5 جهاز اتش بي ب1200، 4 جهاز ديل 1500، وعندنا الفريت مصاريف النقل كانت 50 جنيه، فإجمالي الفاتورة 12050 جنيه، وفاتورة آجل عدت حد الائتمان. اوكي عندي شركة السلام، بتاريخ 7/12/1426 مندوب المبيعات كان رامي، 10 أجهزة طابعة اتش بي، 300، 10 شاشة 17 بوصة، 300، إجمالي الفاتورة 6000، مصاريف النقل كانت 50 جنيه، إجمالي الفاتورة 6050 جنيه، وفاتورة آجل. عندنا شركة أطياف بتاريخ 8/1 1427 رقم فاتورة، مندوب المبيعات رامي، الكمية 10 طبعة اتش بي، 300، 5 جهاز اتش بي، 1200، مصاريف النقل 50 جنيه. عند شركة الهنا تاريخ 8/12/8/1 1428 مندوب مبيعات كان صلاح، 102 طبعة اتش بي ب300، اجمالي الفاتورة 600 جنيه اجل. عندي شركة الكوثر بتاريخ 9/1 1429 رقم الفاتورة، مندوب مبيعات كان صلاح، جهاز ديل ب1500، جهاز شاشة 17 بوصة، 300، 1 طبعة برينتر اتش بي، 300، اجمالي الفاتورة 2100، مصاريف شحن 50 جنيه
ومصاريف نقل 50 جنيه، يبقى 2150 جنيه، وكانت آجل. عندنا ياسر عامر بتاريخ 10/1، ألف وربعمية وأربعين، مندوب المبيعات كان رامي، الكمية 2 جهاز ديل بـ1500، يبقى اجمال الفاتورة 3000، وكانت الفاتورة آجل. عندنا شركة العبور بتاريخ 10 رقم فاتورة 2022، مندوب المبيعات كرامي، الكمية 4، جهاز اتش بي بـ1200، 5 شاشة 17 بوصة 300، اجمالي 6300، فاتورة اجل. عند شركة الجوهرة بتاريخ 12/1، تاريخ 12/2، تاريخ 12/1، 1023، مندوب المبيعات صلاح، الكمية 2 طبعة اتش بي 300، 2 شاشة 17 بوصة 300، اجمال الفاتورة 1200 اجل. عندي شركة الأبراج بتاريخ 13/1، 1024، مندوب مبيعات كان يوسف، الكمية 30، ثلاثة، جهاز اتش بي بـ1200، وخمسة طبعة اتش بي 300، و10% ضريبة مبيعات،
ما الفاتورة 5610؟ كانت آجي. عندنا شركة العبور، بتاريخ 15/1، 10/25، مندوب مبيعات يوسف، الكمية 1 طبعة اتش بي 300، 1 شاشة 17 بوصة 300، إجمالي الفاتورة 600 آجل. عندنا شركة النصر للسيارات، بتاريخ 17/12، 17/1، رقم فاتورة 1620، 1026، مندوب مبيعات كان صلاح، الكمية 1 جهاز ديل ب1500، 1 طبعة اتش بي 300، اجمال الفاتورة ب1800، فاتورة اجل. عندنا شركة الأنوار، بالتاريخ 19/1، 1027، مندوب المبيعات كان صلاح، 4 جهاز اتش بي ب1200، إجمال فاتورة 4800 آجل. عندي شركة الفوزان، بتاريخ 19/1028، مندوب مبيعات كان رامي، 2 جهاز ديل، مبلغ 1500، 3 طبعة اتش بي 300، إجمالي الفاتورة 3900 آجل. عندي شركة السلام، كانت رقم 1900، 1029، مندوب المبيعات كان رامي، الكمية 2 جاز اتش بي 1200، 2 شاشة 17 بوصة 300،
إجمالي الفاتورة 3000 كانت آجل. عندنا شركة العبور، بتاريخ 22/1 554، مندوب مبيعات كان رامي، تلات أجهزة ديل 1500، إجمالي الفاتورة 4500 آجل. عندي شركة الجوهرة، تاريخ 23/5/55، من دون مبيعات كان يوسف، كوانتيتي 3، جهاز ديل 1200، إجمالي الفاتورة 3600 آجل. عندنا الأبراج العقارية، بتاريخ 23/5، مندوب المبيعات كان صلاح، 2 جهاز ديل، إجمالي الفاتورة 3000 كانت آجل. عندنا شركة الكوثر، بتاريخ 25/1، مندوب المبيعات كان يوسف، الكمية 3 طبعة اتش بي 300، واتنين شاشة 17 بوصة 300، إجمالي 1500 كانت آجل. نقفل دي. دلوقتي عندنا في مدفوعات نقدية لشركة الجوهرة، هنقول receive money from customer، بتاريخ 3/1، في 2011 customer ID كان الجوهرة، زيرو 12، ريسيت نمبر 012، ديت كان 3/1، بيمنت ميثود كان كاش، وكاش اكاونت كاش اون هاند، عشر تلاف،
10,000 من الفاتورة رقم 677 ونقول له سيف. عند مدفوعات نقدية لمحمد عبد الكريم نمبر 014 كانت بتاريخ 3/1 كانت ب1650. كان عندي مدفوعات نقدية لشركة علام بتاريخ 5/1 كانت بتاريخ 5/1 كانت ب13,200. عندنا دي كانت مدفوعة لشركة الأبراج العقارية كان بتاريخ 5/1 كانت 55 عند شركة الصفا بتاريخ 5/5/1 شركة الصفا كانت بتاريخ 5/1 هي هنا ديت كمبيالة الدفعة كان بكمبيالة فالكمبيالة كانت التاريخ بتاعها 5/1 في موعد أقصى 3 شهور
يبقى من 5-1، هنقول 5-2، 5-3، 5-4. خمسة ثلاثة قصدي، هيبقى في 5-3. إن كمبيالة مقبولة الدفع في موعد أقصاه 3 شهور، فبنخلي تاريخ الدفع لحد 5 3 شهور نزوده على تاريخ اليوم، يبقى بدل ما هو 5-1 هيبقى 5-3. هي دي التركية اللي بتفرق الدفع النقدي عن الكمبيالة، إن يعني الدفع النقدي بنسجل الديت التاريخ بتاع الوصل اللي هو 5-1، أما في الكمبيالة بنزود التاريخ اللي هو التاريخ السماح اللي في الكمبيالة. يعني أنا في موعد أقصاه 3 شهور، فزودنا هنا 3 شهور فبقى في 5 مارس 8910. ورسيب عندنا شركة الجوهرة، مبلغ 3500، مدفوع بكمبيالة في موعد أقصاه 14، يبقى احنا تاريخ الكمبيالة اتدفعت، الكمبيالة اتحطت عندنا يوم 7-1، 7-1 الكمبيالة أقصى موعد للدفع بتاعها 4 شهور، يبقى هنقول ادي شهرين، ادي 2، ادي 4 شهر، يبقى يوم 7 من شهر 4 3500. وبعدين عندي تاني شركة الجوهرة، مدفوع بكمبيالة أقصاها 2 شهر، يبقى احنا عندنا 7 يناير، يبقى نقول 7 فبراير، 7 مارس، 7 فبراير قصدي، أقصى 2 شهر، كمبيالة أقصى 2 شهر، 3500.
عندي شركة أطياف، رقم الكمبيالة 600، في موعد أقصى 20 يوم، كان من تاريخ 8/1/21، يبقى يوم 28، يبقى الكمبيالة مستحقة الدفع يوم 28. ب4000. عند شركة الفوزان، ستمية وعشرة، رقم الكمبيالة 610، أنا عندي تاريخ استلام الكمبيالة كان 19/1، يوم 19/1، الكمبيالة موعد أقصاه تسدد في موعد أقصاه 7 أيام، هنزود 7 أيام على يوم 19، يبقى 1 2 3 4 5 6 7، يبقى يوم 26. كانت ب1900. عندنا شركة عطا للحاسبات، رقم الإشعار كان 120/521، كان دفع بشيك، اللي هو شركة عطا الحاسبات، كان بتاريخ 8/1. بيمنت مسود كان بشيك، وكاش اكاونت كان تشيكينج اكاونت. وكان معمول له ديسكاونت ب105، قول له عندنا مدفوعات تانية من العملاء بشيكات. عندنا شركة الأبراج العقارية، بتاريخ 18/1، طريقة الدفع كانت بشيكات وكاش أكاونت شيكينج أكاونت، كان ب2000 جنيه.
نقفل ديت، نقفل ديت. عندنا هنا مردودات مشتري مبيعات، مردودات مبيعات من شركة الأنوار. يبقى نجيب كريدت ساند ريتيرن، نيو كريدت ميمو، كاستمر اي دي كان شركة الأنوار، كان بتاريخ 5/1، رقم 1، هنقول له apply to invoice، هنختار 676. قالك الكوانتيتي 10، جهاز ديل، احنا عندنا المرتجع 1، جهاز ديل ب 1500، والمرتجع 1 ف 1500. طرحهم الفاتورة، قالك كريدت توتال 1500، طرحهم الفاتورة، نقول له سيف. يبقى احنا اخترنا شركة الأنوار، كان بتاريخ 5/1، كريدت نمبر كان رقم 1، قلنا apply to invoice، قلنا 676، قلنا المرتجع returned 1، جهاز ديل ب 1500، انطرح. معلش انا طولت اوي في الحلقة ديت، لان الفواتير كانت كتير جدا، وانا حاولت اعمل منها على قد ما اقدر وانوع فيها. فاحنا في الحلقات دي ان شاء الله عرفنا ازاي نسجل فواتير المبيعات النقدية والاجل واللي بشيكات واللي بكمبيالات، وازاي نسجل مرتجع المبيعات. ارجو ان تكونوا استفدتم من الحلقة ديت ان شاء الله، ودعواتكم ليا بالهداية والتوفيق والعتق من النار، وان ربنا ييسر لي امور يا رب. والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.